رايك يا بابا في الكلب ده؟ لسه شاريه. اللي انت جايبه ده يخرب بيت ابوك. يا بابا ما تخافش، ده ما بيعملش حاجه. ابعدوا عني يا بابا، قلت لك ما بيعملش حاجه اهو. ولا 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 يا بابا اقف، ما تخافش منه. ولا 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 يا بابا اقف، ما تخافش. ده انت يومك اسود، بتجرد كلب ورايا. تعالى لي. الحقنا يا محمود. مالك يا ابني في ايه؟ ابويا كلم المدرس بتاعي وقال له ان انا ما بروحش الدرس وباخد الفلوس بخرج بيها. يخرب بيتك، ده مش هيسيبك. ده ابويا اجى هناك اهو. طب استخبى بسرعه. ماشي يا صاحبي. محمود، ابو سمسم. ما شفتش سمسم ابني؟ لا ما شفتوش. انت عارف يا محمود، لو تعرف الولا فين ومخبي انا مش هسيبك. لا لا، وعلى ايه؟ مستخبي تحت الترابيزه اهو. انت بتاخد مني فلوس الدرس وبتصرفها؟ فاكرني مش هجيبك؟ والله كنت هقول لك. كنت هتقول لي؟ تعال لي. هات شويه يا محمود، الريق ناشف. ماشي ابو سمسم، خد. هات كفايه ابو سمسم، كفايه عشان صحتك. خلصت الازازه كلها، حرام عليك ابو سمسم. ده بدل ما تقول لي الف انا. سلام سلام. ولا هات العجله، اروح بقى مشوار على اول الشارع واجي. بلاش يا بابا، ما فيهاش فرامل. ما تقلقش، انا هتعامل معاها. بلاش يا بابا، مش هتعرف تسوقها. انا مش هعرف اسوق يا ابني، ده انا اخد بطولات في سباق الدراجات. انزل. ماشي يا بابا، خد العجله. هات يا ضهري. قلت لك بلاش. مش محتاج مني اي حاجه يا حاج، علشان احط السماعات في ودني ومش هسمع حاجه. لا يا حبيب قلبي، مش محتاج حاجه. ماشي يا حاج. بقول لك ايه يا حبيبي، تعالى هات لنا عيش من الفرن. يا ابني انا بكلمك يا حبيبي، رد عليا. انت ما بتردش عليا يا كلب. اه طب ليه كده يا بابا؟ ده انت يومك اسود. تعالى لي.